السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. تاريخ تسجيل فيديو اليوم اليوم الاثنين 3/1/2022، موقع المحكمة الإدارية بإسطنبول لتصحيح الخطأ بالكملك أو إيقاف التوقيف الإداري. تاريخ النشر 3/1/2022. كالعادة أنا محتفظ بالشرح في صندوق الملاحظات تبع تليفوني. يتم فتح دعوة بالمحكمة الإدارية من خلال كتابة الدلكشة من أمام المحكمة، وبعدها يتم مراقبة الدعوة عن طريق الأداة. ولا تدلكش تكلف 100 ليرة تركي، فتح الدعوة من 200 إلى 360 ليرة. طبعا نصيحتي اللي وضعه سيء، خذ فقير بيلقسي من المختار يخفضوا لك الدعوة إلى 50 ليرة. فتح الدعوة بالمحكمة الإدارية حسب الولاية الصادر من الكملك. يعني يا جماعة الخير، اليوم أنت مقيم باسطنبول عندك خطأ بالكملك، كمليكك أظنه، نصيحتي لك تفتح بأظنة، لا تفتح باسطنبول، لأنه راح تفتحها على الفاضي، راح تمضي أيام 6 شهور 7 شهور على الفاضي. ممكن الدعوة تطول من 3 أشهر إلى سنة كاملة، ممكن 7 شهور 8 شهور. النصيحة بتصحيح أي شيء، بداية قدم دلكشة لإدارة الهجرة التابع لها الكملك كل الوالي، وعلى أساس الرد يا أخي الكريم إما تفتح الدعوة أو ما تفتح الدعوة. في حال جاك الرد من إدارة الهجرة بالموافقة أمورك سليمة 100%، في حال جاك مع الرفض تفتح دعوة على هذا الأساس عشان ما تكون دعوتك مبهمة. هذا موقع الموقع المحكمة الإدارية باسطنبول يا جماعة الخير. هذا الكلام كله راح أتركه بصندوق الوصف، حبيت أفيدكم بهي المقدمة. أغلب الناس سألوني حول المحكمة الإدارية، أغلب الناس سألوني حول موقع المحكمة الإدارية في اسطنبول. هذا راح أحط لكم الكلام هذا كله في صندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. اللي حب يتابع الأخبار أول بأول هاي قناتي على التليجرام، اللي حب يتابعني بالفيديوهات وتجارب الناس هاي قناتي على اليوتيوب، اللي حب يتواصل معي بشكل شخصي هاي رابط الماسنجر أخواني الكرام. أي حدا عنده سؤال أو استفسار أو أي حدا عنده تجربة تفيد الناس لا يقصر ويوافينا بها. أتمنى يعني يكون له أجر، وإن أجر عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. لا تنسونا من فضل دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.